برضو من الأخبار اللي خاصة النهاردة، امبارح يعني امبارح كنت جبت لكم الخبر اهو قدامكم ان الذهب في مصر امبارح استقر على 1700 جنيه، وقلنا انه نزل الذهب، نزل النهاردة زاد 200 جنيه. النهاردة زاد 200 جنيه ليه؟ لو دخلتوا حالا حالا على البورصة الخاصة بالذهب وبأسعار الذهب، هتلاقوا ان الذهب عالميا الأونصة نزلت 30 دولار. يعني ادي اهو قدام حضراتكم الساعة 8:07، الكلام ده احنا هنا دلوقتي في فرق ساعة، يعني الكلام ده من ساعة ان الذهب زاد 200 جنيه. ومن القاهرة، القاهرة 24 الخبر. ده أسفة، ده بتوقيت مصر 8:30 بتوقيت مصر، ولا 8:07 بتوقيت مصر، من دقايق معدودة زاد 200 جنيه. ادخل اهو الخبر لسه شايفاه حالا، لسه شايفة الخبر حالا عالميا ان الذهب نزل 30 دولار لكل أنصة. فبيجي عندنا احنا وبيعلى ليه؟ برضو انا مش فاهمة. نزل اول امبارح وامبارح تراجع في الوقت ان الذهب فيه كان بيعلى، النهارده الذهب عالميا ينزل 30 دولار. 30 دولار على مصر يعني 30 دولار يعملوا 1000 جنيه تقريبا، الأونصة تنزل 1000 جنيه، فتلاقي ان الجرام عندنا زاد 200 جنيه. في حاجة بتحصل في الأسعار في مصر مش مفهومة. اللي ماسك الكنترول ولا الآلة الحاسبة بتاعت الأسعار في مصر بيعمل حاجة مش مظبوطة.